عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وليدات الأبطال، لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف بزاف. مرحبا بكم من جديد في قناتكم يا بيلك طفلي. إن شاء الله غدا نكملوا مع بعضياتنا تعليم الحروف الهجائية بطريقة سهلة وبسيطة. وعاوتاني اليوم غدا نقراو جوج ديال الحروف كما العادة. واش مستعدين تعرفوا شنو هاد الحروف اللي غنقراو اليوم؟ يلا على بركة الله. الحرف الاولاني اللي غادي نقراو هو حرف الخاء. خاء خاء. هنعاودو مع بعضياتنا. خاء خاء. عندو النقطة وحده من الفوق. خاء خاء. دابا غنعاودو مع بعضياتنا ولكن بغيت نسمعكم تترددوا معايا. يلا خاء. برافو حسن جدا. خاء خاء. مثلو مثلو. خبز خبز. دابا غادي نكتبوها مع بعضياتنا. خبز خبز. يلا نعاودو. خاء خاء خاء. خبز خبز. عندنا حرف الخاء هنا عندو رجيلات بحال هكذايا حيت يكون في الكلمه في اخر الكلمه، ولكن هنايا في عندنا حرف الخاء جانا في اول الكلمه وعندو واحد الحرف من موراه، اذا خاصو يعطيه ليديده ديالو باش يشد فيه. ها هو عطالو ليديده ديالو باش يشد فيه باش يقبض فيه. تمام. حيت تكون عندنا حرف الخاء في اول الكلمه ما تنخليولهاش رجيلات، تنحيدو لها رجيلات باش تقبط لينا بالحرف اللي كاين من مورا الخاء اللي هو دابا حرف الباء. خبز خبز. دابا غنمشيو للحرف الثاني اللي هو حرف حرف الغين. غين غين. نعاودو مع بعضياتنا. غين غين غين. حتى هو عندو النقطة وحدة من الفوق، ولكن فين عندنا الاختلاف؟ حرف الخاء من هنايا تنطلعو واحد شوية هكدايا، تنطلعو بحال شي جبير صغير وتنديرو بحال واحد نصف دائرة من التحت. نفس الشيء هنا تنطلعو واحد شوية بحال شي جبيل صغيور جبل صغيور تنديروه، وتنجيو عاوتاني من هنا وتنديروه هنايا بحال نص دائره. حرف الغين داير بحال ثلاثة مقلوبه ماشي بحال حرف الخاء. يلا غين غين غين. نعاودو مع بعضياتنا ولكن بغيت نسمعها منكم. يلا سميت هذا. برافو ما شاء الله عليكم. برافو. غين غين غين. مثلو مثلو. غزالة غزالة. نكتبوها. غزالة غزالة. فين عندنا حرف الغين؟ عندنا حرف الغين في اول الكلمه. وشنو قلت لكم؟ حيت تكون عندنا الغين في اول الكلمه حتى هي غنحيدو لهذيك الرجيلات ديالها. علاش؟ باش تقبط لينا في الحرف اللي حداه، باش تقبط لينا في الحرف الزاي اللي حدا حرف الغين. غزاله غزاله. نعاودو مع بعضياتنا. غين غين غين. غزاله غزالة. دابا نعاودو الحروف ديالنا من الأول. خاء نقيطة من الفوق. خاء خاء. خبز خبز. غين غين غين. غزالة. وصلنا وليداتي الأعزاء لنهاية ديال الفقرة ديال تعلم الحروف الهجائية، ودابا غدا ننتقلوا للنشاط اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف، ونتمنى أن هاد الحروف شرحتهم ليكم بطريقة بسيطة وسهلة. يلا نتلاقاو في النشاط.
اهلا وليداتي، اليوم غدا نديروا النشاط ديال التلوين. غنقبطوا الحروف اللي قرينا وغدا نحاولوا نخرجوهم في المطبعه اولا تكتبهم لينا مامانا اولا نحاولوا حنا نشوفوا بحال المعلمه كما كتبات ونحاولوا نرسموهم، وغدا نحاولوا لونهم بالالوان اللي غدا نبغيو. بحال مثلا دابا غدا نبداو بحرف الخاء، وغدا نمشيو ونحاولوا نقبطوا القلم بحال هكذا ونلونوا، وانايا كل واحد يلون اللي بغى. انا بغيت ندير كل شويه نديرو بلون، انا بغيت ندير كل شويه بلون حيت نكونو تلونو. نحاولو دائما ما نخرجوش على هذا الاطار، وخاصنا نكونو تلونو، خاصنا نمشيو ضربه حده ضربه بحال هكذا، ما نخليوش شي بلاصه بيضاء ما باينش فيها اللون. بحال دابا مثلا انا صافي حد هنايا بغيت انا هذا اللون الاصفر، ولكن ما خصنيش نخلي شي حاجه ابيض وما نخرجش على هذا الخط، هذا خصني ما نخرجش عليه. عاوتاني بغيت انا الاحمر، ندير عاوتاني الاحمر، ولكن نتوما تيبقى لكم الاختيار، كل واحد يدير اللي بغى، كل واحد يدير اللي بغى. انا بغيت هذا الحرف الخاء، بغيت نلونو بزاف ديال الالوان، ولكن كيف قلنا دائما نقبطوا القلم وخاصنا نمشيو ضربه حدا ضربه باش ما يبقاش عندنا اللون الابيض تيبان، باش نغطيو كلشي. دابا عاوتاني غادي نمشي ندير اللون الازرق بحال هكذا، ولكن شنو اتفقنا اننا ما نخرجوش على الخط ديال حرف الخاء، ما خصناش نخرجو، خصنا نلونو غير الداخل ديال الحرف باش يكون عندنا التلوين ديالنا زوين، وما نزربوش، ما نبقاوش نزربو باش ما نخرجوش، غير بشويه علينا، ولكن خصنا نديرو ضربه حدا ضربه هكذا. دابا هنا غطيت هاد الجهه هادي، دابا انا شنو بغيت شنو بغيت ناخذ هذا اللون هذا، يلا عاوتاني نحاول باش ما نخرجش من الخط، وحنا صار نلونو بحال هكذا ونقولوا حرف الخاء، حرف الخاء هكذا باش ما يبقاش لينا شي لون ما كاينش. دابا غادي نمشي انا بغيت ندير شويه الاخضر، عاوتاني ثاني ندير شي شويه ديال الاخضر، دابا ندير شويه ديال البرتقالي، لون البرتقالي. دائما قلنا حيت نكونو تلونو مخصناش نبقاو نديرو ها ونمشيو عاوتاني هنا عاوتاني نمشيو هنا عاوتاني هنا، لا خاصنا حيت نبقاو غادي نلونو خاصنا نلونو حدا حدا حدا، ما خصناش نكحزو باش دائما يتغطى لينا كلشي الابيض اللي بغينا نغطيوه باللون اللي اختارينا، لون الاسود. ديرو اللون الاسود حتى هو تيجي جميل، ولكن نتوما يا ديروا اللي بغيتو، لان التلوين كل واحد وشنو بغى. انا بغيت ندير هذا الحرف والخاء، بغيت نديرو على هذا الشكل يكون ملون بجميع الالوان. دابا غادي نمشي وندير البني، دابا غادي ندير البني عاوتاني، ولكن خصني نمشي كما قلت لكم بحال دائما لون الداخل. دابا غادي نجي ندير اللون البنفسجي، اللون البنفسجي هو. دابا عندنا حرف الخاء قربنا نكملوه، ولكن خصنا ضروري ما ننساوش واحد، ما ننساوش واحد الحاجه اللي هي النقيطه، فهي حتى هي غادي نلونها مزيان. هذا الخاء عنده نقيطة من فوق بحال خبز، خبز ها هو حرف الخاء ديالنا، شفتو كيجا شحال زوين. دابا غادي نمشيو لحرف الغين، حرف الغين انا غادي نلونها غير بلون واحد، هذا عجبني هذا غنلونها بهذا، الاولاد العزيز عليهم يلونوا، وناخذوها فرصه باش نضربوا شويه على التلوين بالنسبه للاطفال اللي
اصغر من 3 سنوات يكونوا مازالين ما يتقنوش مزيان التلوين، نخصو يعني ناخذوها فرصه اننا في نفس الوقت يرسخوا الحرف ديالهم وفي نفس الوقت يديروا هذا النشاط اللي يعلمهم انهم يمسكوا القلم مزيان ويقوي لهم الانامل ديالهم. هذا حرف الغين، حرف الغين غنديرلو النقيطة باللون البرتقالي باش نعقل عليها بأن حرف الغين عنده قطع من الفوق، عنده قطع من الفوق. حبايبي الصغار وصلنا النهاية ديال النشاط، نتمنى يكون عجبكم وتنشكركم بزاف لأنكم تتبعوا معايا وتتستافدوا. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بهذه الحصة ديال التلوين ونكونوا تبتنا الحرف اللي عندنا حرف الخاء وحرف الغين. نلقاكم إن شاء الله في فيديو آخر وفي جوج الحروف وحدين آخرين. حفظكم الله أولادي الأعزاء، لا تنساوش تعاليق والآراء ديالكم لأنها بها غادا تزيد القناة القدام، وما تنساوش الاشتراك اللي مازال ما شاركش معنا في القناة والضغط على زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.